شو حبيبتي؟ كيف صرتي أحسن؟ تركيني لحالي وردة. حبيبتي أنت تعبانة شوي. تركيني لحالي. طيب رح أنطر برا عالباب، إذا احتجتي أي شي بتعيطي لي. سامر، شو هالقصة هيدي؟ لهلأ العرفت؟ لا، عرفت من الصبح. وانشغلت كتير، ايه؟ كان عندك كتير شغل وما لحقت تجي، ما هيك؟ لا مش هيك، صراحة ما كنت عارف حالي شو بدي أقول. شو بدك تقول يعني؟ مستهون كتير الخبرية رشا؟ أنا مستهون الخبرية؟ شو قولك أنت؟ عم تتمسخر علي كمان؟ ما تقوم تقلب القصة هلأ أنه قال حق علي لأنه ما جيت دغري ركض لما سمعت بالقصة. شو عم بيصير لك سامر؟ مش صاير لي شي رشا، أنا جاي إجر لقدام وإجر لورا لما سمعت بالضرب اللي عملته روبي. مستحي؟ قولوا ما تستحي. عارف شو؟ هيك الهيئة، الهيئة ما لازم استحي طالما أنت بانك مستحية. خل من هون سامر، أنا وأمي مش ناقصنا ولا هموم ولا وجع راس. رح فل، خصوصا إنه مطمن عليكم وعلى صحتكم، طالما صار في عندكم حكيم عم بداوم يسهر على سلامتكم. لمعلوماتك إنه أنا جيت اليوم لهون، وقفت برا وشفته قاعد حدك، قلت ما في لزوم إجي فوت أنا وسيرك وخفف عنك طالما في حدا غيري عم بيقوم بالواجب. خاطرك رشا،